طيب معانا اول تليفون مدام ليلى. الو. الو. ايوه فندم. ايوه مساء الخير. ايوه مدام هاله. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. أنا والله بحبك قوي على فكره. يا رب يسعدك، يا رب يخليك. اتفضلي. بقول لك وزي انا تسمحي لي اقول حلمين للشيخ؟ اتفضلي يا فندم، تحت امرك. طيب اول حلم. اهلا وسهلا، اتفضلي. الحلم الاولاني انا حلمت ان انا ماشيه انا ومرات ابني، ومرات ابني حامل، وانا ماشيه ماشيه في حته كده لحد ما لقيت المستشفى، فدخلتها في المستشفى. بعد ما دخلتها في مستشفى حلوه جدا قالوا لي لازم تمشي، طلعوني. فطلعت فتحت الباب لقيت قدامي جمع رجاله بيصلوا القبله بتاعتهم على الباب. فده كان حلم. اتفضلي. والحلم الثاني انا حلمت لنفسي ده قريب، ان انا في سطوح او في جدار، عند جدار، وفوجئت ان الجدار ده بيتحرك. فانا بقول لهم ايه ده، رايحين فين؟ احنا ازاي هنتحرك كده بنلف؟ لحد ما فوجئت قالوا لي انت وصلتي السعوديه. وببص من بعيد كده يعني عارف اشكال السعوديه، لان انا رحتها قبل كده، اشكال السعوديه وكده، استغربت قلت طب ازاي احنا رحنا هناك. ربنا يرزقك زيارة بيت الله الحرام. يا رب. أستاذة ليلى، أنت تعاملين زوجة ابن حضرتك بحنية كبيرة قوي، صحيح؟ جدا 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 جدا، وبتعتبريها أكتر من كده. نعم نعم، وهي ما شاء الله تبارك الله محافظة على حضرتك أكتر، ويمكن مهتمة بحضرتك أكتر من ابنك اللي هو زوجك. زي ما تكون عايش معانا. ربنا يسعد أيامك ويبارك لك يا رب. ولهذه العلاقة الطيبة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هناك بشرى بإذن الله لك بزيارة بيت الله الحرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم عليك هذا الأمر إن شاء الله.